الدكتورة غنيمة العمر استشارية أمراض جلدية وتجميل الجلد بالليزر نالت مؤخرا على جائزة المرأة العربية لعام 2017 تقديرا لسنوات من العطاء في القطاعين الحكومي والخاص. تولت خلالها تدريب الأطباء الخريجين في الكويت ودول مجلس التعاون الخليجي والشرق الأوسط، وتشارك في الاجتماعات والمؤتمرات اللي تحدد معايير الجمال واللي يجب اتباعها من قبل المتخصصين وفقا لتطور العلاج. خلونا نتعرف أكثر بعد هذا التقرير. الدكتورة غنيمة العمر استشارية أمراض جلدية وتجميل الجلد والليزر، نقول يا هلا فيك معنا في شاي الضحى ونورتينا. صباح الخير، أهلين يا هلا وشاكرين للاستضافة، مشكورة ما قصرت. في البداية نحب نبارك لك على الجائزة اللي أخذتيها. الله يبارك فيك، وأنا جدا سعيدة بهالتقدير من تلفزيون الكويت والتلفزيون الوطني حق ديرتنا الحبيبة، وهذا بيتي الثاني تلفزيون الكويت. زين، بعد ما مبارك لك ونقول لك من هالأعلى إن شاء الله، ليش اختاروك لهذه الجائزة، جائزة المرأة العربية لعام 2017؟ جائزة المرأة العربية هي ما تشمل بس قطاع الطب، هي تشمل قطاعات ثانية، قطاع الأعمال، قطاع البنوك، قطاع التصميم، صحيح. قطاعات ثانية. فعادة في قطاع الطب، وعادة يتم في اختيار مثلا السيدة اللي تكون حاصلة على هالجائزة بالنسبة حق المعايير اللي تحطها اللجنة، بالإضافة حق المساهمات أو الشغلات اللي تقدر تسويها على النطاق المحلي أو النطاق الإقليمي. كان التكريم للأمانة حق عملي في القطاع الحكومي والقطاع الخاص. أنا كنت رئيسة برنامج الاختصاص وبرنامج الدكتوراه في وزارة الصحة على مدى 5 سنوات، بالإضافة حق خدمتي في وزارة الصحة على مدى 15 سنة. ما شاء الله. يتخللها كان الكثير من العطاءات وورش العمل والتدريب الأطباء، بالإضافة إلى عملي كطبيبة. طبعا هذه من الشغلات اللي الواحد ما يحس فيها، الشخص دائما يحب أنه يعطي المزيد، وإحنا لحد الحين في بداية العمر، فما بالعكس العطاء راح يكون أزيد وأزيد الفترات اللي جاية. بس هذه من الجوائز اللي أعتبرها قريبة على قلبي، بحيث أنه كأنه وقفة شكر للمجتمع على الشغلات اللي سويتها بالفترة السابقة، وتكون حافز حق الشغلات اللي تكون جاية في المستقبل. فهذا اللي هو أن هذا التكريم، إذا قلنا شنو يعني لك هذا التكريم، فإن هذا هو اللي تعطين تحسين أنه يعني يعطيك حافز أكثر. أكيد، يعني خلنا أقول لك إياها، الواحد لما يسوي مثلا شغلة ما ينتظر أن أحد يقول له شكرا، بس كلمة الشكر لها وقع على الشخص، ويكون حافز معنوي لعطاء المزيد من العطاءات في سواء في منطقة الخليج أو منطقة دولة الكويت. قلت لك بالنهاية هي ما هي حافز مادي كثر ما هي حافز معنوي، وإن المجتمع وقف وقفة بهالليلة، صحيح، إن يسرد إنجازاتك على مدى 17 سنة اللي فاتت، ويقدم لك فيها الشكر وعربان، ويكون يعتبر عربون حق الخدمات اللي أنت سويتيها والإنجازات اللي قمت فيها. دكتورة ما شاء الله، يعني إذا بقول منتكلم عن بداياتك، خصوصا إن بداياتك كانت من عمر صغير، من عمر 17 سنة، هذه لازم تعطيني تفسير لها. إيه، لا خلنا أقول لك إياها، يمكن اللي فادنا بذاك الوقت كنت أنا بثانوية المقررات. ثانوية المقررات تتعاطى نظام الكورسات، ما هو نظام السنوات، صحيح. فيكون بنظام الوحدات، فكانت نقدر في ذاك الوقت نقدر إن مثلا يكون عندنا مواد التخطي إن اللي ناخذها على مدى سنة. كنت مستعيلة دكتورة. ما هذا حاجة مستعيلة أصلا، فكنا اللي نقدر ناخذها على مثلا كورس يتقسم على نص وحدة ولا نص وحدة، ممكن ناخذها على وحدة كاملة، بحيث إن تكون شبه يومي، كان يومي ومدة الحصة تكون أطول. وكان بذاك الوقت عندنا مواد تصير قبل الدوام ومواد بعد الدوام. ما شاء الله. فيعني إذا كان الدوام يبدي مثلا إحنا عندنا 7:30، كانت الحصة هذه تبدي 6:30، والله كنت أتذكر. كنت تداومين الساعة 6:30. أتذكر يعني بيتنا بالعدلية وثانويتي باليرموك، وأوجه التحية حق جميع القائمين ثانوية اليرموك بديك الفترة. كنت أشوف أطلع ويا العمال، يعني لأنه كان وايد مبكر. تبدأ الحصة 6:30، لا ومو بس كذي، حتى عندي حصة بعد ما الأوادم تطلع، خلص الدوام، صارت الهدة، أكمل دوامي للساعة تقريبا 2:30. فكان يعني يوم طويل، هذه ساعدتني أني أخلص المواد قريبة. وكانت في ذاك الوقت أنه ممكن أن الناس تخلص الثانوية بدل 4 سنوات 3.5 سنوات.
فلما جيت حسبتها قاعد اقول 3 سنوات ونص ما راح اقدر ادخل طب، لان راح يكون تخرجي الكورس الثاني شهر 1 وما يقبلون طب بنص السنه لان النظام سنوات، فلازم يكون اول السنه. فشنو ان لا ان التخرج ب3 سنوات، وقدرت اني اتخرج ب3 سنوات مع الجدول المضغوط، فدخلت الجامعه بعمر 16 ونص. ما شاء الله. اي ف يعني في اليوم اللي نقول ان الطالب يود ينام اكثر، وانت ان اليوم الدراسي يخلص اكثر، انت كنتي مجتهده قاعده تداومين قبل الدوام وبعد الدوام علشان تتخطين هذه ال3 سنوات وتقدرين تدخلين الطب بسرعه. اي نعم. فكان عندك حلم بالطب. خليني اقول لك، يمكن حلم الطب كان يعني كانت من كان ذاك الفتره اهلي يبوني ادخل طب. كان أنا يمكن هذه أول مرة أقولها، كان حلمي أني أدخل هندسة بترول. ما شاء الله. ف هندسة إلى إيه يعني، فكان يعني كان وتوى كان هندسة البترول بذاك الوقت يعني توى جديد، وتوى فاتحين ما كان صار لسنتين، فكان عندي شغف أني أكتشف. أتذكر أخوي نبيل صبحه بالخير وكان يقول لي لا انت جايبه المعدل تدخلين هندسه، لا دخلي طب. اتذكر كنت حزتها لما تخرجت بالصيف، كورس صيف لاني كنت متخرجه، حطيت بس رغبتين طب وهندسه، يعني عشان اذا ما انقبل طب هندسه ما في تشويس ثاني، وانقبلت قبول فوري بكليه الطب، وكانت البدايه. يعني يمكن احنا دائما قبل واحنا صغار شنو تبي تصير؟ بصير دكتور. شنو تبي تصير؟ بصير طبيبه. انا ما كان هذا الحلم، ما كان هذا الحلم، كان بتصير مهندسه. مهندسه بترول. اي اليوم لما صرتي دكتوره تحسين ان لا هذا مكاني الصحيح؟ لو يرجع فيني العمر اول دو ذا سيم راح اسوي نفس اللي سويته، راح تدخلين الطب؟ راح ادخل الطب. بالعكس يعني كانت يمكن عمري لأنه صغير. خلنا أقول لك إياها نصيحة الأهل، والحين دائما أنا أقولها حق عيالي، نكون حزتها بسن المراهقة، سن 16 17، ما عندنا نضوج فكري ولا نضوج عاطفي، فدائما ننظر حق الأم والأبو أو الأهل أو حتى الأخوان أو الخوات الكبار عندنا كأنه بس بيبون يعطونا أوامر كأنها عسكرية. صحيح. سوي كذي ولا تسوي كذاك. القصد هذا الحرص والخوف، فهم ينظرون حق شغله احنا ما نشوفها. صحيح. فهذا اللي احنا الحين مثلا انا قاعده اشوفه بعيالي، لان انا لما شفته بعدين عقب ما خلاص كبرت وشفت وحكتني الدنيا ان لا رايهم كان صح. صحيح. وللامانه يعني قاعده اقول لك اياها بذاكر، يعني لو لما دخلت بدراسة الجامعة مواد الهندسة ما كانت قريبة حق قلبي، يمكن كنت راح أفشل. إنزين كانت مواد العلوم والأحياء، فنقول إن الأهل يعني قربوا لك الوجهة أصح من كانوا يشوفون شغلات، يعني خلنا أقول لك إياها، ودائما الأم والأب والأهل يشوفون شغلات داخل الطفل أو داخل الابن أو الابنة، يكون عندهم شغلات ما هي تكون مكتشفة بس هم قاعدين يشوفونها. في طاقات، الطاقات هذه إذا أنت وظفتيها بالطريقة الصحيحة ممكن أن الإنسان يشتغل عليها. دكتورة خلينا نرجع حق التجميل، نقول أن على كثرة الإعلانات اللي نلاقيها في كل الأماكن، في الشوارع، في التليفونات، في السوشيال، شلون نقدر نختار الدكتور المناسب لنا؟ خلينا أقول لك إياها، أتوقع الحين المواطن أو المقيم وصلوا حق وعي كامل باختيار الطبيب المناسب. للأسف مهنة الطب تمارس من قبل بعض الأطباء، أنا ما أبي نظام تجاري وهذا غلط. فالإعلام اللي احنا قاعد نسويه هذا له دور، وزارة الصحة بتفتيشها له دور، وزارة الشؤون لها دور، فالقطاعات الحكومية لها دور إن تكثف وتطمس أنا أسميها بقالات تجارية، ما هي عيادات تجارية، ويتم حتى الممارسات هذه في البيوت، في الصالونات، حتى في سراديب مغلقة، وهذه طبعا تسيء حق مهنة الطبيب. الحين الشخص يكون واعي انه يراجع السيرة الذاتية حق الطبيب علشان يقدر يختار الطبيب المناسب حقه. انت الحين حق اي شغلة تبينها، مو بس طبيب، حق اي شخص انت تبينه، بس تحطين الاسم قاعد يطلعوا لك صورته وسيرته الذاتية وممكن التجارب اللي تطلع وحتى في ناس ممكن
تقدر تقول لك خبرتها وتجاربها مع الطبيب اذا كانت ناجحه صح او فاشله. دكتوره شنو نقول اذا هي نقول اكثر العمليات التجميل اللي منتشره في الكويت؟ خليني اقول لك اياها. طبعا الليزر مكتسح حق الفئتين الرجال والنساء، ليزر ازاله الشعر. هذا من اكثر العيادات، يعني ما تخلو عياده من وجود ليزر ازاله الشعر. طبعا كعمليات جراحيه خلينا نتكلم، نسوي الممارسات الغير جراحيه اللي هي نسميها الحقن، حقن في المواد المائله اللي احنا نسميها الفيلرز او البوتوكس، او ان تكون عمليات شفط الدهون اذا بنتكلم حق عمليات اليوم الواحد. وطبعا بالاضافه حق انت عارفه الحين احنا عمليات السمنه كثرت وايد عندنا بدولتنا الكويت، فتقريبا يمكن اللايبوسكشن اكثر شيء، فاكثر شيء اللايبوسكشن وعمليه ان شد جدار البطن او التراهلات الجلد حق الجسم بكثره. هذه اذا احنا بنحطها بثلاث خانات بس. لكن بمجالي انا ما اسوي عمليات جراحيه، انا تداخلاتي جلدية. غير جراحيه جلديه واجهزه وتكون اجهزه. يعني اقصى شيء نقدر نسويه مثلا تداخلات عن طريق الخيوط الجراحيه، او ان تكون عن طريق الشفط بالليزر حم اماكن محدوده مثل اسفل الذقن وغيرها. دكتوره نلاحظ ان البشره من يعني بسرعه تتعرض حق المشاكل، واحيانا ان استخدامنا احنا الخاطئ وتعاملنا الخاطئ مع البشره، شنو تنصحينا نصايح شيء بسيطه ممكن نتفادى ان احنا نأذي بشرتنا؟ خليني اقول لك اياها، اللي قاعده الاحظه الحين بالفتره الحاليه وضع المكياج حق البنات الصغار في السن. انت قاعد تشوفين الحين الميك اب توتوريالز اللي قاعد يتلف بشرتهم، وكثير من الناس ينامون بالمكياج. انزين قولي انا مثلا رجعت متاخر ما لي خلق فتنام في المكياج، انزين فهذا طبعا ممارسات خاطئه من قبل الفتاه. انزين ودائما انا قاعده اقول لهم حتى مستحضرات ازاله المكياج مو كافيه، لازم يتم غسل الوجه بالماء اذا مو صابون على الاقل الماء. ليش؟ لانه يصير مثل ترسبات مثلا المكياج او المواد ازاله المكياج على البشره. عاده البشره المسامات تكون مفتوحه فتره الصبح عشان تتنفس، فعاده اذا كانت الميكروبات موجوده والاتربه او البودره او الفاونديشن او بقايا ازاله المكياج موجوده في فتره فتحه المسام، هني تتعرض حق مشكله حب الشباب. بالاضافه الحين حق استخدامات التانينج صالون او التانينج بيد اللي يسبب لهم سمره الجلد الحين، لان انت عارفه الحين الترند انه لازم يكتسبون اللون البرونزي حق البشره، فتلاقيني انا تتجه حق الصالونات اللي تحط نفسها وانا اسويها انها تنشوي، وهذا يكون ضرر مباشر حق البشره اللي ممكن يعرضها حق الشيخوخه المبكره، بالاضافه حق سرطانات الجلد وعدم استخدام واقي الشمس. دكتوره متى نقول ان المراه هني محتاجه انها تسوي عمليه تجميل او محتاجه تسوي اعاده نضاره البشره؟ خليني اقول لك اياها، لما احنا نتكلم نقول احتياج، ترى التداخلات الجراحية هو مو احتياج مثل الماء والشرب، ما هو احتياج مثل واحد عنده ضغط وسكر، هذه شغلات تكميلية. وللأسف في يعني الكثير من سواء الرجال أو النساء يحطون عليهم الإجراءات هذه عبء مالي، فدائما أنا أقول نختار الأصلح لنا. فدائما أول شيء نتكلم شنو العمر المناسب اللي احنا لازم احنا نبلش فيها الشغلات. صح. فدائما يقول لك مثلا تلاقين مثلا صغار في السن وانا الاقيهم، وعاده هذي اللي انا ارفض اني اسوي لهم الاجراءات، هيك عمرها 18 19 سنه، دكتوره قصيني بوتوكس فيلر عشان لا اكبر. اقول لها انت كميه الكولاجين ولا الهايلورونيك اسيد اللي موجود ببشرتك اكثر فتره يكون متعززه فيها البشره، وبشره يعني باوج نضارتها. ف للأسف ان البدء المبكر الشديد 18 19 خاطئ، ويتسوق له بطريقه خاطئه. احنا لما نقول بدء مبكر متى؟ 27 28 انزين هذا البدء المبكر. ليش؟ لان الحين البشره تبدي تفقد خلينا نقول حيويتها بالنسبه حق المركبات اللي موجوده في البشره مثل الكولاجين. ليش؟ خلاص ان الحين الفتره هذه المراه او الرجل يكون متعرضين ان يكونون اوتدور في الجو الخارجي، فتعرضهم حق الشمس والعوامل الخارجيه اللي تاثر على البشره. صح. بطريقه مباشره، فيكون عندها استخدامها حق التعابير اكثر، فيبدي عندنا ظهور الخطوط التعبيريه او الخطوط الثابته. في بعضهم يحتاجونها مثلا ناس يطلعون مثلا بالتلفزيون، ناس مثلا يكون مثلا شكلها مثلا تكون وجه حق اعلامي فتحتاج انها تخفي العيوب. فدائما انا اقول الاجراءات هذه مثل الكونسيلر
أو مخفي العيوب، يخفي العيوب ويبرز الملامح الجميلة في الوجه. إذا دكتورة نقول أن الاستخدام المبكر سيء للبنات، ننصح المبكر الشديد. المبكر الشديد يعني عمر 18 أنت في عمر النظارة، ما يحتاج أنك تسوين هالأشياء عشان لا تخربين الكولاجين وتوقفين عمله. يعطيك العافية، يعني الفقرة اللي إحنا قاعدين فيها ما شاء الله خلصت بسرعة، ومعلومات التجميل ما تنتهي وما تخلص. إن شاء الله نستضيفك في حلقة جاية. ومشاهدينا نقول كل الشكر حق الدكتورة غنيمة العمر، استشارية أمراض جلدية وتجميل الجلد بالليزر. شوفوا فقرتنا مع دلال، وراح تقول لكم على الفقرة الجديدة.